طيب امبارح كان في مباراة مهمة جدا لأستون فيلا مع ليستر سيتي، وهي مباراة كانت مباراة الإياب بعد ما كانوا اتعادلوا في ملعب ليستر. امبارح فاز أستون فيلا 2-1. الأهم بالنسبة لنا في الفوز ده إن أستون فيلا كسب من خلال هدف للاعب محمود حسن تريزيجيه، وهدف كان مميز جدا ورائع جدا بالنسبه لتريزيجيه، وكان من اسيست لاحمد المحمدي نجم الكره المصريه والمحترف في فريق استون فيلا، وهدف كان صراعه مصريه خالصه، وكان له ردود افعال كثيره جدا جدا على السوشيال ميديا وعلى المواقع العالميه والصحف الانجليزيه كمان بعد تالق محمود حسن تريزيجيه في هذه المباراه. لكن في كل الاحوال ده امر كان جيد، وواضح ان احنا مش هيكون عندنا ايجيبشن كينج واحد، لا احنا عندنا اثنين، تريزيجيه وطبعا محمد صلاح. الجماهير حملت تريزيجيه على الاعناق بعد الفوز وبعد تحقيق هذا الهدف واحرازه في الدقيقه 93 من احداث اللقاء بعد ما كانوا متعادلين 1-1، وفرحه كانت كبيره جدا. من اطرف تصريحات تريزيجيه: لو احنا معانا اللقطات يا جماعه يا ريت نزحها، يعني لو احنا ده من ضمن الطرائف يعني او تصريحات تريزيجيه ان هو كان بيتكلم ان هو قال للمحمدي، ايوه هي دي اللقطه، قال للمحمدي العب لي الكره على البعيده. هو في تصريحاته يعني هو بيتكلم مع الصحافه او مع في انترفيو يعني هناك بعد المباراه بيقول لهم انا قلت للمحمدي بالعربي العب لي الكره على البعيده، فمحدش فهم من انا بقوله، فلعبها لي على البعيده وجبت الجون وقدرنا ان احنا نفوز بهذه المباراه. ودي لقطات في الحقيقه جيده جدا جدا وتدعو للفخر لما يكون عندنا نجم كبير جدا مصري بيقدر يجتهد ويوصل لمحافل عالميه زي دي. بطوله هم وصلوا للنهائي خلاص هيلعبوا الكسبان ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهارده، ومانشستر سيتي طبعا ليهم الافضليه والنهائي هيكون في ملعب ويمبلي. مانشستر سيتي ليهم الافضليه في مباراه اليوم لان هم كسبوا هناك على ملعب الاولد ترافولد 3-1. لكن اللقطات دي في الحقيقه لقطات تفرح جدا وكلنا سعداء بيها للغايه، وكلنا اكيد نتمنى التوفيق لتريزيجيه ولمحمد صلاح ولكل المصريين المحترفين في الخارج، حجازي ومحمدي وعندنا عدد جيد من اللاعبين، لان الاهم من كل ده بينصب في الاخر في مصلحه مين؟ في مصلحه الكره المصريه ومصلحه المنتخبات الوطنيه المختلفه، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل وافضل لكل ابنائنا وللمنتخب الوطني الاول. طيب ده فيما يتعلق بتريزيجيه وفيما يتعلق بهذه المباراه. اللقطه في الحقيقه كويسه قوي، يعني اللقطه جميله، يعني كل واحد لما يشوفها كده يفرح ويفتخر بابنائه. وطبعا هناك ايه لما الجمهور بينزل الملعب مش قصه، يعني موضوع مش صعب قوي، الجمهور بينزل اللعيب بيبقى مطمن، يعني حتى شفناها في اكتر من ملعب في اوروبا، يعني اللعيب بيطمن وبيبقى الدنيا بالنسبه له عادي، ما بيجريش ويطلع بره بسرعه وكده، هناك الناس نازله تحتفل، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي ازمات، ومع عدد من لاعبي استون فيلا واحتفالات داخل الملعب بهذا التاهل التاريخي، وفرحه عارمه واضحه جدا مع محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي السابق طبعا، واحترف في تركيا وبعد كده راح على انجلترا، ونتمنى له دايما كل التوفيق.